إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، هذا اللايف ديال اليوم هو لايف ما نقولكمش مختلف، حيت ماشي مختلف من ناحية إيجابية وإنما سلبية. علاش؟ لأننا وصلنا بواحد الوقت مشاهدينا، الإنسان كنعرفوا الوالدين كيزولوها من رحمهم ويعطوها وليداتهم، كتولد وتكبر وتربي، واخر ساعه يجي واحد النهار يلوحوك وليداتك. هاد السيد هذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي عنده 8 ديال الاولاد، بين 8 ديال الاولاد واحد اللي خرج له فيها الخير هو هذا اللي حداه على يد اليمين. هاد السيد هذا كان عايش بخير، عنده خيره، ما عندوش مخصوص بحال اللي كنقولوا، ماشي عنده ماشي ما عندوش، المهم عايش الحمد لله، كان خدام على راسو، دار اللي كتب الله اللي قدر انه بسطاحتو يديرو دارو، كبر وليداتو، ها اللي بقى على على برا عايش، ها اللي عايش في المغرب من كل واحد وفين، ومرتو 50 عام هو مزوج بيها. حتى واحد النهار مرض وعطاوه الطبيب الدواء، غادي يجي هاد ولدو عوض انه يعاون باه، وهذا غادي يبقى يزيد له في الجرعات ديال الدواء، كان عنده واحد القطره كيشربها على حساب الراس، عوض ان بحال نقول لكم غير مثال، يعني انه غيحتاج انه ياخذ له 3 الجرعات، هو غيدير له 7 القطرات ولا 8، يعني غيضوبل وغيطريب لي ربما العدد باش يخلي بحال نقول لكم يتفوت واحد شويه. الأسوأ من هيدا هو انه غياخذو معاه، غيشد بيه الطريق حتى الخميسات، غيمشي بيه الخميسات وغادي يخليه يوقع عليه على ارض 100 فيها 100 متر، غيديرو 100 متر، وقبل ما هاد 100 متر ديجا خداه وكذلك خلاه يوقع عليه ويعطي له كاع الاملاك اللي عنده في البنك، يعني كاع ديك الفلوس دابا حاليا بقى الله الله كريم، خدا ليه ارضه، خدا ليه فلوسه، ولا حول الزنقة، لا حول ولا قوة الا بالله. غنبدا منك انت الاولاني يا عمي، عاود لي بالضبط كيفاش وقع لك هادشي هذا، كيفاش كيفاش حتى لاحوك ولادك، كيفاش تتلات بك الايام وليتي عايش في هاد البيت هذا. عندك مدام هادتينا لا فيلا لا حتى هذا، ولا فين سكنوا، بغاو ما نعرفين بغاو يعيشوا ولا ما نعرف، تفرجوا في الافلام ديال تركيا بغاو يوليو بحال كوكين. انا الغالب الله انا كون بقيت كندير نمشي نسرق الفلوس ديال البنك نمشي نسرقهم دابا، ما خليت حتى فرانك، انا الغالب الله اش غندير، السرقه بعيده عليا، الخدمه البلوط فاش ما قادش 74 سنة، ما عندي ما عندي الحمد لله 74 باقي الحمد لله، كنشوف كنهضر كان الحمد لله الحمد لله. كيفاش مشيتي معاهم قلتي لي خداوك في الاول، مشا داوك البنكه زولوك فلوس البنكه السبيطار كيديني الماري في اللي كنجيو انا وياه كنركبو الخميسات، من انا هنا كارت كيشي بغيت نطلب كارت كيشي ديالي واحد الشيك، مشينا تما عند هاديك المديرة ما كيهضر معاها من هنا من الهاسني هنا سني اللي هي غنزيطولك، دا لا كارت كيشي ولا كلشي، حتى حاجة دابا ما جاتنيش، دالك كلشي حتى الفلوس والارض، كيفاش تاخدك تداك معاه في الخميسات وخلاك توقع وخدالك كلشي، كيفاش درتي يعني؟ جابا وكذا كيسلم عليك خويا سعد كان وكذا، ما كاين مشكلة ولدي كذا كذا، شنو من هنا كتشوف با راه معايا هاجر مسكينة صغيرة وما خصنا سميتو، دابا با شوف كتب لنا شي بوقعة بعدا حتى لا وقع الواقع تلقى بعدا بوقعة نبنيو غير بنيها لنا تسكن فيه ولا شي غتبقى شي مرمية للزنقة، تو ما كاين تا مشكلة ولدي، ما كاين تا مشكل، كلشي دابا ولدي ما كاين تا مشكل، ما فهمتش يعني عطيتيها له بالإرادة ديالك؟ لا تقريبا 20 مليون، يعني قلت له درت له ما سمعتو 20 مليون ما عطاوني حتى ريال، يعني بحال بعتيها له انت. ايوا شنو انا عطيها له واش بعتو له؟ انا نعطيك 30 كملي. دابا كنقول لك نوض نمشي تقسم لي هنا البلاد، دابا انا شنقسم واش انا باقي في الحياه ديالي وبرزقي ورماوني، ما بقى غير نكتب ليهم ونعطيهم، فين غادي نصدق؟
يديوني للبحر ولا شي عافية يرموني فيها ولا يرموا عليا البطال ولا. آه. شان شو عندي؟ تي ديري اني احمق، انت راك حمقة بعدا كتجلس لها الزي كدير لها الزي كتخرج لها الزي ما تخرج ما تدرج. هي وصلت عليا سدين عليا الباب، ما تنخرج ما تيضربني الزي، ما كنشوف الشمس ما كنشوف الطريق، هما سدين عليا. ومرتك فين هي؟ مرتي لا هي تاهي هنا معاهم، كاينة معاهم. آه. معاهم. انت علاش مفرقين انت ومرتك؟ دات لي الحوايج ديالي تا ديال اللبس، دات الغطا حيدو ليا، هي براسها الغطا ديالي حيدو ليا. انا كنت في خميسات عندي، كنت كاري واحد الفوقي بالفراش ديالي بالتلفازه ديالي بالثلاجه ديالي بالمسائل ديال الكوزينه كلشي. جاو عندي تما جاو تحت من هنا بار من هنا طيبوني مع الكراش، قلت لهم واخا جابوني. هذاك الشيء قال الحوايج جوج الزرابي والفراس والغطا ديالي كلشي هزو، اللي عطاو عطاو اللي باعو باعو. الدروب عليك خلونا غير في معالي، ما كنت خاصني حتى حاجه، واكل شارب ناس مغطي ما خاصني حتى حاجه. ملي كنتي ساكن تما كانت ساكنه معاك المدام؟ ها كانت ساكنه معاك المدام؟ لا كانت ساكنه هنا، جابت هنا. سامحها فيك، مش حال هادي 12 12 عام وانتم مفارقين. واش مفارقين ولا مطلقين؟ لا ما مطلقينش يعني مازال على مازال على سميتك، مازال محسوبه عليك. هيا كنقول لها كنقول لها تعطيني تعطيني انا شمال، كنقول لها بغيتي شي حاجه راه القاضي بيني وبينك سيري عطيك القانون ديالك، انا ما عندي ما نعطيك. كاش التقاعد ديالي 1400 درهم، الا بغا يعطيها لك القاضي غيديها صافي، نخرج انا بيدي فوق راسي. انا ما فهمتهاش ولادك علاش داروا فيك هاد الحال عمي؟ ما جيت مو ما فهمتش، انا ما فهمتش. طمع 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 شيطان عماهم عينيهم، خلاو باهم لحوا الزنقه. ما مرمي والو لا عند الله بدي ما مرمي والو، كاين الخوت الحمد لله، كاين الاسلام راه باقي الاسلام في الدنيا الحمد لله. ما عمر الاسلام يتحيد من الدنيا، وكاين الملك ديالنا الله يبصرو الله يجازيه بخير، راه اكبر المحسنين هو الملك ديالنا، الله يرضي عليه الله يرضي عليه وطول عمره ويصح له الدرية ديالو تا هو. كان محمد السادس في البلاد الحمد لله، راه دابا كل حق عندي حقه صافي. قوة إلا بالله. فين ولدو تانتا؟ نتا اللي هزيتيه، وانت كيفاش عاود لينا كيفاش الحالة اللي لقيتي باك فيها باش جبتيه لعندو وجبتيه لعندك وسكنتي انت دابا انت وياه في هاد البويت هذا؟ بون كليا جيت عندو لقيت حوايج مزرطين في الشتا، صيبو في الشتا، رماوه في الزنقة في العزة، في الباليزات في الشتا، ما لقيت ما ندير ما عرفت فين، ما عنديش وما عندي فين ندير. هاد السيد صاحبي صوت عليه قلت له عندي واحد المشكلة، شنو كاين با اللي لابس في الزنقة واشنو شنو شنو، وعندو مسكين بيت، قال لي دابا جو جيب حوايجك حوايجو وجيو، وجدت عندو واستقبلنا مسكين واش انا وبيتنا عندو. نعم الله يجزاك بخير. واحد السيد سيرت ليه هاد الأمانة، كريت هاد البيت هادي الحمد لله. والحمد لله كم خوتك خوتك علاش رماو باهم؟ علاش خداو هاد الرزق كامل باهم ولا حول الزنقة؟ شنو السبب هادشي هذا كامل؟ هو هذاك السبب ديال البلاد، خلينا با نهضر باش تجي تاع البلاد. با قال لك مرض ما بقيتش تقبلو، حتى تبقى قبلو يعني مي كان بصحيحته كان عاجبو، مي كان عنده الفلوس وعنده الصحة وبصح ما اللي طاح وتلات بيه ايام سيبو الزنقة صافي، ما بقيتيش نافعنا. كي تخوها الطواليت حاشاك كيقول لي خلصتينا، انا مشيت مع الصباح دخلت مع الباب كان عندو لقيتو حاطين لي كاس ديال الحليب وخبز كامل. ولا خويا سي محمد هذا خويا سي محمد اللي نصب عليه رد قال لي هز حوايجك ولا ديك دار العجز. انا كاين حاضر غادي نرميك دار العجز. بقى فيا الحال وجبت الدورة وجيت لقيت حوايج وزرت مصر. علاش هادشي هذا؟
علاش علاش واش طمعتي واش طمعتي امك علاش ما هضرتش علاش امك ما دخلتش ليك مازال واخا 12 عام وهي مفارقين ولكن راه 50 عام وهم مزوجين الله هذا جابك الله ندوز عليك داك الشيء اللي دوزتي عليا من الصغر شنو دوزتي عليا زعما ما نعرف كنضربها كان غواتها من اللي كنضربها عمي اييه اي وليلة يما قالك دابا غادي كاع داك الشيء اللي دوزتي عليا غادي نخلفهم منك دابا كبرتي كبروا لنا كبروا لنا الدراري بغات يديها صافي وبغات تنتقم تعطيني الخبز اليابس ولا ما تعطينا كل انت ما ندمتيش يا عمي ها ما ندمتيش مناش غندم كنتي كتضربها ايوا انا شاد ضربه اي شاد ضربه شاد ضربه بحال هذا كان عاير ولا سميتو بنادم ما جبتوش كيبغي يغوت 15000 ريال جبتو كتهزو كتبيعو وكتهز ديال القمح وكتبيعو داك الجفاف ديال التسعينات يلا انت كتشري ولا كتبيع؟ الزيت الزيت ديالي الجيران ديالي كتهد كنجيب 5 لتر وتعمر بنص لتر وبليتر وكتبيع للجيران كيبيعو السلعه وكيقول لهم كيبيعو السلعه اللي كيجيبوها وكيقول لهم با بدر نسرقو بدر ندم ها هو وربي فوق كيديرو فيه ما بغاو تيقولو مبادر هو لي كدا وجاو فيها 10 سنين ولا بزنقة عندي الكريم ما عنديش كنعس بزنقة نهار العيد عيد الأضحى الناس كيشوي واش كاين شي أم يكون عندها الولد حداها وما معيتش وصلت ليا هي كتقول لي علاش كتغوت وما معيتش وما هزات حتى جوج خطبان غير جوج خطبان تا هو مستعبد خليهم هادو المطر حتى يجي راه مسكينة ما معيد بها وانت علاش هاد الوقت كامل مشيتي تصالحتي مع امك تصالحتي مع عائلتك واش هما كيبغيوك ما بغيوليش انا علاش رحتو كيبغيوكش علاش ما نعرف علاش واش درتي لهم شي حاجه في صغرك كنتي شي حاجه ما فرني عائلتي ما وش ما كان دين ليهم ما كان على ديهم ما كان قرب ليهم كيكون عندي كنعطيهم هو يقول لهم ما حبيتيش ما بلاش 10 سنين ما عمرنيش تبيع في ديرة 10 عيال كبار 10 في المدنيت 10 في الآية الصغار ما عمرنيش كان عيد في المنطقة ولا أختي ما كيسوقيش واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا شحال نتوما في هاد الحالة؟ شحال باك معاك هكاك من الحي وحين الزنقة؟ يا بتاعي 4 شهور 4 شهور نتوما هاد الحالة فاش رماوه؟ ما عاودوش اتصلوا ما جاوش يشوفوا وعارفين دابا هو معاه واحد اختي درت معاه قلت لي ما بقيتش حملت تا صورتو تا هدرتو هدرتو ولا صورتو ما بقيتش حملتها بعت لي حوايجو بخبيسات خضراتو وكتهز وكدير مواد لافيري كتبيع تخلط ليه والو وسي واحد حتى هو هزيه التلاجة الفران كلشي دابا وجدتي وجابوه هنا قضاو بيه الغرب وقع على 100 متر ولا على صوب لحوا مع الباب لا حول ولا قوة إلا بالله راح شريك المتواب البرزيل لا لا يا عادي لكن أغطيها بزوك أنا بقول لك أنا أغطيها بزوك كيفاش كتعيش خدام ما خدام شخصي حاضي ولا كيخرج ما كيرجعش ما كيرجعش ما كيعقلش ما كيعقلش مرة دابا دابا تلقيت شي واش هادير خصني نجيب ليه بلا كولا خصني لا حول الله مشاهدينا شوفوا على وضع فين عايشين عايشين عايش الله كريم حتى 800 درهم هاد البويت تخيلوا هاد البيت هذا مشاهدينا ب 800 درهم تما فيه والو فيه هاد الطريبه هذا وفيه هنايا هادي الاخرى دوار ليهم عافاك يشوفوا عافاك تخيلوا بويت هذا ساكنين فيه 800 درهم وريته جهه اخرى بلا ما تبين السيد بين غير من التحت
شوفوا خليك عارفك تنسالي وعارفك الطويت اخويا الطويت انا. اذا مشاهدينا كيف ما سمعتوا حتى باش نعوموا الماي باكين غالبا بارد بالله ولا ما كنعوموا بالله. خلي معنا مشاهدين متتبعي قناة شوف تيفي هذا البيت هذا 800 درهم. هاد السيد هذا عايش في هذا البيت هو باه غادي 4 شهور الخوت ديالو لاحو باه للزنقة. هو اللي جا هو بخراسو ما عندوش صافي تكافى مع راسو حق الوالدين جا وجاب دبار باش ما عطى الله ودابا ساكن حنا ومسخط الوالدين فين هم خداو رزق باهم ولاحو للزنقة. لا حول ولا قوة إلا بالله ما بقى ما يجب. إذا مشاهدين متتبعي قناة شوف تيفي اللي قدر أنه يوقف مع هاد الناس الله يجازيهم بخير حنا خلينا لكم الرقم ديالهم مكتوب هنا في العنوان تجبروا الأول تحت تلقاوه. اللي قدر أنه يعاونهم بأبسط حاجة يعاونهم. هاد الناس هادو في طنجة ما بقاش ما عندوش ما بحالوش. هاد السيد كان بخير دابا حاليا مريض خداو ليه ولادو ورزقو كله. هما دابا حاليا عايشين بخير ها اللي برا كيف ما قلت لكم في الأول الداخل ها اللي برا هذا وهو خلاوه هكا ما خلاو ليه حتى شي حاجه. فاللي يقدر انه يعاون هاد الناس ويوقف معاهم الله يجازيكم بخير. هاد الرقم حنا خليناكم تما واللي ما قدرش يعاونو بالدعاء. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي كنتم معنا في هذا البث المباشر مدينه طنجه مع السلامه.